أنا بصراحة جاي اليوم لدار الرعاية المارونة تقدم هاتشيك هيدا من الام تي في من ديو المشاهير. طالعة أرقص معهم وغني معهم للمسنين للصبح. مرحبا. أهلين. أهلا أستاذ مالك، كيفك؟ صراحة جاي أقدم هالشيك من الام تي في من ديو المشاهير يلي حزيت أنا بهالمبلغ. لو طلعت من البرنامج أنا مكفاية. ليلى عبد اللطيف بتعرفها؟ تلعب بوكس؟ هو بطل بوكس. أنت بتلعب بوكس؟ شو بدك لعب بوكس؟ يلا. أنا كاراتيه. مخليك أكبر من التلفزيون بينها. غديتي؟ حبيبتي. يعني أنا بتأثر كتير لأنه بصراحة إنه الأم كتير غالي والبي أغلى، واللي ما بيعرف قيمة أمه ما رح يعرف قيمة لوطنه ولا حيعرف قيمة شيء. بس كتير عزيزتك يا رب. أنا اليوم خلصت زيارتي لهالدار، قلبي معهم وروحي معهم. أنا بنصح كل واحد عنده أم يهتم فيها، عنده بي يهتم فيه، حيكبروا مين حيهتم فيهم؟ إذا ما بيعاملوا أمهاتهم وأبهاتهم منيح ما حيلاقوا مين يهتم فيهم بكبرتهم.